نشكروا موقع لو سيت انفو على هاد المبادره اللي كيقوموا بها، كيوصلوا هاد الاجواء الرائعه في هاد المدينه الخلابه اللي كنفتخروا بها. مدينه اقل ما يقال عنها سويسريه بكل المقاييس. كنشكروا كل القائمين على هاد المدينه الرائعه. انا من مدينه طنجه، ما جيت متاع المره الثانيه على التوالي في هاد الموسم الشتوي اللي بخاسك عاد ديمارا دابا. شكرا بزاف لكل القائمين على هذه المدينه. كنتمنوا يحل علينا سيدي ربي هذا الوباء ونعودوا نسابق عهد هذه المدينه. انا من مدينه فاس، جيت اليوم انا ولا فامي ديالي لإفران باش نستمتعوا شويه بالجو. كتشوفوا هنايا إفران فيها تلجينا اليوم باش نستمتعوا بهذا الثلوج ونساو ستريس ديال كورونا وداك الاجواء، وجينا نستمتعوا هنا شويه وعجبتني إفران بزاف. كنتمنى ان شاء الله نجي لها مره واحده اخرى. جينا باش نزوروا إفران. مدينه إفران كتعتبر مدن سياحيه وهي اللي كيرقبوها بمدينه سويسرا تاع المغرب. اجواء زوينه تبارك الله، ما شاء الله كل شيء زوين والناس عامره والناس كلها جات كتصور باش كتحتفل بهذا النهار هذا الزوين اللي طاح الثلج هنايا. جيت اليوم للمدينه ديال إفران باش ندوز الويكاند. الجو زوين كيحمق، التاج والمنظر والناس غزالين الله يعمرها دار. وهذه اول مره انا كنجي لإفران وكنشوفها بهذا المنظر هذه، صح ما شاء الله. كنصحكم باش تجيو وتشوفوا هذا المنظر الزوين وترتاحوا وتزولوا داك ستريس ديال الخدمه وهاديكم. وصراحه دوزت وقت ممتع مع العائله مع الامير، وشكرا. كنصحكم حتى نتوما ان شاء الله تجيو باش تفاجئوا. اول مره كنزور هذه المدينه الزوينه، وكنصحكم حتى نتوما تجيو لها. والناس ديالها الله يعمرها دار، وكيستقبلوا الضياف بخير ومزيان وحسن الكرم عندهم بزاف. وكنتمنى تزوروا حتى نتوما هذه المدينه الزوينه.